الوطن أرض، والأرض ما بتعمرش غير بالناس. الناس هم الشعب، والشعب هو القوة الحقيقية للوطن اللي بتغير كل شيء. وبالشعب بتتبني الحضارة. مصر يشهد لها التاريخ والعالم بحضارة شعبها وابتكاره في البنى واستحداثه في الزراعة وتطوره في الصناعة وإبداعه في الفن ونشر علومه وتضحياته في حمى الوطن. فأصبحت مصر أول من أنشأ دولة في التاريخ. حضارة كبيرة زي الحضارة المصرية عد عليها كتير وياما شافت، وخرج منها أجيال وأجيال من الشعب. وأقدر أقول كلمة بسيطة، إن مصر بلد ولادة. ولادة، ولادة للرجال على مر التاريخ، ومش أي رجالة، لأن رجالة ولاد مصر من بداية حضارتها صنعوا فكرة ما اتعملتش قبل كده، فكرة خرجت من الشعب نفسه، فكرة بيتحدد بيها قوة الوطن. كونوا أول جيش نظامي في التاريخ، اتكون من قلب الشعب، الشعب المصري. صنعوا السلاح واتدربوا عليه، وصنعوا العربات الحربية، في وقتها كان سلاح مبتكر قوي وأسطول من السفن الحربية. وخاضت مصر معارك وحروب ضد الهكسوس بقيادة أحمس، ومعركة قادش بقيادة رمسيس الثاني. ومعارك تانية كتير، وتربى الشعب من البداية على الحرية والاستقلال وقوة الإرادة والوقوف أمام كل الصعاب، ومن جيل لجيل بيسلم الرأي. وعبر الأجيال بتتورث الصفات والطباع، وبتكبر مصر وبتبقى قرى ومراكز ومدن، وشعب بيكبر فيه المزارع والموظف والمهني، وطبعا ليهم ولاد، ولاد البلد اللي بجد، اللي على مر الوقت بيجي لهم اختبار، الاختبار اللي بيكشف مدى عراقتهم وتمسكهم بإرادتهم وحريتهم واستقلالهم. يسمعوا ندى ضابط الجيش أحمد عرابي، فيخرج من كل مدينة وقرية أفراد الشعب ويقلعوا ثوب العمل ويلبسوا ثوب العسكري عشان يدافع عن بلده، وبدل الفاس يشيل السلاح. شعب عارف أولوياته. أنا لو ما حميتش أرضي هيجي عدوي ياكل زرعي. فيسيب أبوه وأهله وإخواته البنات يزرعوا، ويلتحق هو بالجيش ويتدرب على القتال ويحارب. وعلى مر الزمان الجندي المصري بيفضل ثابت على عقيدته وعطائه وتضحياته. صورة جديدة لتلاحم شعب مصر وجيشها في ثورة 52، من أكبر الانتصارات المصرية. والانتصار كان سبب الرؤية الواحدة والواضحة للشعب والجيش. ويا دوبك مصر انتصرت في ثورة 52، يجي العدو في 56 بالعدوان الثلاثي. فوقف الجيش ضد العدوان من وراه كلمة الشعب وإرادته القوية بالمواجهة والصمود والتحمل حتى الانتهاء من المعركة. سنقاتل لن نسلم أبدا. بنبني بلدنا، بنبني تاريخنا، بنبني مستقبلنا. بالفعل تم إجبار العدوان على الانسحاب. انتهى الغزاة وبقيت مصر وبقي شعب مصر. وينجح تلاحم الشعب والجيش، ودي ما كانتش أول مرة ولا آخر مرة. في سنة 67 تعتدي إسرائيل على دول عربية وتحتل شبه جزيرة سيناء.